سلام حبوبات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم كما راكم تشوفوا راني في لاتولي درت زوج قماشات. هاد القماشات سبيسيال تاع لي بيجام، بزاف قماشهم فور، وحتى القماش هذا يدير الميطرا تاعو ب60,000. هاد القماشات راح نطلعهم دي روب دو شامبر، وعلى الاغلب بالك ماشي لي دو كيف كيف، بالك نبدل الموديل واحد فيهم. تبعوا لا فيديو للاخر وراحين تشوفوا لي موديل كيفاش يطلعوا. برك نذكركم تابوني لاشين، ديروا جيم وكومونتير ما تنساوش. وهذا هو الموديل الاولاني ولا القماش الاولاني، كما قلت لكم هو تاع لي بيجام. فصلنا الظهر كما راكم تشوفوا، وفصلنا معاه القدام تاعو، وخلينا في القدام فتحة صغيرة باش نديرو عليها عقدة شابة على الرقبة. وهادو هما اليدين تاعو، وفصلناها تهبط قد قد صغتاي بزاف، هايلة هايلة. بول البنات هكا كان كمل معي الموديل، وجبت لكم تشوفوا. كيما راكم تشوفوا درت له جيب صغير على جنب واحد، يعني على جهة واحدة، ودرت على الجيب هذاك حاشية صغيرة. هاد الحاشية تلقاوها في لافا تاع القماش تاع القطيفة فوتون ولا اي قطيفة صبا، تلقاوها كيما هكا باش ما يتسنسرش، ما تسنسرش هذيك القطيفة. طلع عليا الموديل بزاف شباب، هايل، حتى سوغتاي حاجة جديدة بلا لي كابيش هادوك تاع العادة، وستيل كول هادوك كامل اللي حبيت نبعد عليهم، وتاع القفايل وكامل. هاد الموديل نسموه حنا غوب دو شومبر، على باليش كيفاش تسموه نتوما. البنات اللي عجبكم الموديل وعجبكم لا فيديو حطوا لي في لي كومونتير، ونتمنى ديروا جيم واشتراك، وتقولوا لي على القماش الثاني كيفاش نخيطو، اعطيوني فكرة. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. نحبكم بزاف وسلام.